من جديد بكل المشاهدين اللي انضموا الان لمتابعتنا على الهواء مباشره اولى المساحات الحواريه. بنفرح جدا لما نتحدث عن بناء الوطن بصوره جاده وحقيقيه، يعني في مجالات مختلفه وفي تخصصات مختلفه. وعلى الدوام احنا بنتكلم انه عندنا اختصاصيين وعندنا علماء في مجالات مختلفه، لكن للاسف الاهتمام بهم ما بالصوره المطلوبه، والاهتمام وتقدير علمهم في حد ذاته وما عندهم مشكله أن يقدموا كل علمهم في سبيل نهضة البلد المنشودة، لكن بس محتاجين لقوالب، محتاجين لاهتمام ورعاية حتى على مستوى الدولة حتى ينفذوا مشاريعهم. وحتى المشاريع المرات بتكون حبيسة الأدراج بالنسبة للخريجين في الجامعات، تحتاج برضو أيضا لرعاية من قبل المؤسسات، مؤسسات التعليم العالي وأيضا الحكومة، في بادرة جميلة وصحية وعظيمة نفتخر بها نحن في السودان، وربما تكون نواة لتفاصيل أخرى في القادم. من جامعة الجزيرة نواة حقيقية لاستخلاص جهاز عنده فوائد مختلفة وعنده أغراض متعددة كيماوي. نحن سعداء أن نستضيف دكتور الماحي محمد أحمد علي بلولة، أستاذ مشارك كيمياء عضوية بجامعة الجزيرة كلية التربية. هو اخترع جهاز تحت مسمى اسمه، ونحن بنفتقد دائما الأسامي في معناه بين هلالين، يعني دائما الأسامي تكون أجنبية عشان تلقى رواج في سوق العمل أو كذا، لكن اليوم نحدد ما هو هذا الجهاز وما هي أغراضه وكيفية أنه يعالج كثير من خيراتنا في البلد اللي ما بتلقى اهتمام مننا. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. مبسوطين جدا أنكم معنا الليلة في صباح الشروق. جزاكم الله خير، وحقيقة يعني الواحد ممتن للشروق أولا إنها هي فتشت عن بحث علمي، ما عشان الماحي محمد أحمد لكن عشان البحث العلمي. كما تكرمت في مقدمتك إنه هو ما لاقي حظه من الاهتمام وما لاقي حظه من الإقبال عليه، خصوصا من ناس سوق العمل. يعني نحن كمنتجين ممكن ننتج حاجة وفكرة وتظل حبيسة الأدراج ويكون بتحل مشكلة حقيقية ومشاكل حقيقية. فالبحث العلمي حقيقة محتاج وقفة، ومحتاج وقفة إصهارة إعلاميا، ودي أول بادرة ممكن يكون أنا بالنسبة لي أصهر في إصهار هذا الجهاز. وحقيقة يعني الجهاز هو بسيط في تكوينه، لكن أنا أمل إنه يقدم الكثير في مجال العلم. يعني طيب يا دكتور، قبل ما ندخل في الجهاز، أنت ذكرت نقطة مهمة ونشير لها في صباح الشروق، إنه معظم البحوث في مؤسسات التعليم العالي بتكون حبيسة الأدراج. في رأيك المشكلة من نواة وزارة التعليم العالي ومن إدارات الجامعة، ولا من وين؟ إذا كان أصلا لما تطلع منكم بتمشي الوسائل الإعلام بتسوق بالصورة المطلوبة، يعني أنت شايف المشكلة الحقيقية وين؟ المشكلة الحقيقية طبعا هي الحقيقة المشكلة مركبة، وممكن تكون دائرة دراسة، ويمكن يكون في بادرة برضو من بوادر الأستاذنا بروفيسور أبو النور. الآن عنده مشروع ملتقى البحث العلمي لمخرجات البحث العلمي في السودان كي تلقى تسويق. طبعا المشكله في التسويق، يعني ليلى انا كاستاذ مشارك الجهاز ده ذاته لو قلت لي موله انا ما بقدر اموله، ويمكن يكون في الخطوه الجايه داير مصممين. انا زول بتاع علوم في الكيمياء لكن ما بتاع هندسه كيميائيه عشان اقدر اصمم جهاز. ففي الخطوه الاولى انا بس محتاج مصمم، محتاج لشغل تسويقي عشان ينتج بصوره تسويقيه كبحث علمي مثلا بخصوص الجهاز ده. كثير من البحوث بتحتاج برضو الجهات اللي هي بتتبناها تمويلها عشان البحث يخرج يكون عنده قيمة مضافة. صحيح. للبلد حقيقية، عشان ولذلك البحث مفروض تكون عنده مؤسسيته، في أنه بعد ما الطالب أو الباحث العلمي كدكتور أو طالب أو طالب حتى طلاب البكالوريوس، يعني مرات بينتجوا بحوث، ومش طلاب البكالوريوس، الآن في طلاب غير البكالوريوس عندهم إبداعات واختراعات محتاجة يعني إنهم الناس يمولوها عشان الزول ده يمشي لقدام. صحيح. فده جانب حقيقي محتاج تكاتف بتاع جهود، يظهر إعلاميا، يلقى مسوقين. التعليم العالي أنا ما بقول هو ما مقصر في أنه يبرز حاجاته عشان يسلم المسوقين، لكن المسوقين برضه هم شوية ما بيميلوا لأنه يتناول مخرجات البحث العلمي عشان ينفذه. طيب ده كلام محترم. دكتور نتعرف على الجهاز ونعرف به كل السادة المشاهدين، هو عبارة عن شنو؟ الجهاز بلولة للاستخلاص، طبعا بلولة كما ذكرت هو الاسم العائلي لنا. الجهاز فكرته بدت بسيطة جدا جدا، إنه السودانيين مرات كثيرة بيستخدموا منتجات طبيعية، وأنا تخصصي كيمياء عضوية منتجات طبيعية، بيستخدموا المنتجات الطبيعية
بصورة أنه يحرقوها ويستنشقوا الدخان حقها، يعني يتبخر بقرض زي ما شفنا في فترة الكوفيد اللي هو كورونا، الناس استخدموا القرض كثير جدا جدا. في منتجات طبيعية تانية قد تكون ما وصلت للناس زي الطندب وغيره، وناس عدد من حتى في الحشيشات التجميلية زي البخور وغيره بتكون في كمية من الأبخرة الطالعة فيها فائدة، إذا كانت تجميلية أو فائدة علاجية أو فوائد أخرى في استخداماتها. فأنا كانت بتراودني فكرة إنه الدخان ده حاجة قد يكون في زول عنده مشاكل صحية ما بيقدر يتعامل معها، قد تكون هي ذاتها بصورتها دي ما بتدينا منتج علمي. فأنا فكرت ليه نحن ما كعلميين نفكر في أنه ننتج دخان ده بصورة علمية، وبدأت أطور في الفكرة، وأخذ زمن طويل فعلا الحقيقة لحد ما فكرت في أنه أستخدم جهاز بسيط جدا جدا بيتكون من 3 وحدات. طيب. وحدة حرق اللي هو وممكن نستخدم فيها الموقد العادي بتاع البيت الكانون ده، يعني إنت ممكن تستخدمه في لأنك يديك مصدر بتاع طاقة، ممكن تستخدم حاجة كهربائية باعتبار أنها بتديك درجة حرارة ممكن تقدر تضبطها علميا. لكن يعني عادي في الصورة البدائية نحن بدينا بالموقد العادي بتاع البيت الكانون العادي ده. في وحدة بتاعت احتراق، الوحدة بتاعت الاحتراق دارت تتحمل درجات حرارة. أنا استخدمت الفخار، ويمكن يكون بديت بجبنة بتاع طين عادية لبساطة الفكرة عشان الناس ما تتخيل البحث العلمي إلا يلقى مال كثير ومكثف فقط. 3 وحدات بتحرق المادة بيطلع الدخان بيتكثف فوق بيديك مادة. طيب ميزاته، أول حاجة إذا ما انتهى من استخدام الكيماويات للاستخلاص بيقللها بنسبة تكاد تكون 80-90% للاستخدام، يعني ممكن 10% من المادة اللي أنت محتاج لها عشان تستخلص بها مادة تديك تديك نتيجة عالي جدا للبحث العلمي، ودي ميزة ما سهلة، بسيط جدا في استخدامه، يعني من مكوناته البسيطة دي أنت شايفه. وحتى يعني أنا عندي طالبة بتاع الدكتوراه مودة محمد طه، يعني شغاله وقربت تنجز الدكتوراه حقتها، شغاله في البيت يعني عادي جدا جدا شغاله في بيته، بتحرق بتكثف المواد بتجيبها بعد ذاك بنحاول. جربناه مقارنه بالطرق القديمه، طبعا انت عشان تقول شيء يقول علمي لازم تقارنه بالشغل القديم فائدته شنو. ادانا نتائج تكاد تكون مشابهه، وبرضه في طالب دكتوراه اخر قبل ما الجهاز يتكون معتز وهو شغله برضه شبه جاهز الان في الدكتوراه، لقيناه بيدي نواتج تكاد تفوق ديك او قريبه منها في كثير من الاحيان. طيب دكتور، عشان نجي للفوائد بشكل اوسع ونقدر نشرح فيها، انت ذكرت انه الابسط هو امكانيته وممكن يدفع بتفاصيل كثيره بشكل عالي وبشكل عالي الجوده، لكن شنو هو بسيط في فكرته عشان الناس ما تصعب فكره البحث العلمي عموما. يعني وجوده في البيت هل هو برضه ممكن نقول خطر، ولا ممكن يكون في جهه معينه بتفاصيل معينة وإمكانيات معينة؟ يلا الخطورة، طبعا أول حاجة نحن بنحاول نتجنب الخطورة في المعامل، حتى في المعمل نفسه بيقول خطورة، لكن لأنه لحد الآن نحن جهازنا كل الحاجات المستخدمين فيه آمنة جدا، يعني نحن مستخدمين موقد جهاز بتاع إناء بتاع فخار للحرق ومكثف، ما فيه أي حاجة لحد الآن، ما فيه مواد كيميائية عشان نحن بس شنو بالمكثف يعني المكثف المكثف طبعا الفكرة البسيطة في طالب الأساس بيعرف إنه أي حاجة تتبخر لما تصطدم بسطح رطب بتتكثف عشان تديك سائل اللي هو بيتكون بها السحب العادية، لأي زول بيعرفها عشان تصل الفكرة لأي زول اللي هو إنه أي مادة تتبخر تصل لدرجة حرارة معينة تصل درجة التبخر بتتبخر، لما تصطدم بسطح رطب بتتكثف بتدينا مادة سائلة اللي هو زي ما بيكون في السحاب زي ما قلت. فالمكثف هنا هو عبارة عن موية داخلة في وحدة عشان تمثل لنا السطح الرطب، وتكون معزولة من المادة عشان ما تختلط بها، عشان بعدين نبقى نعزل الموية كيف بتخلي المادة اللي تبخرت دي تتكثف، بدل ما تجيني في شكل دخان بيجيني مادة سائلة بشيلك مادة كيميائية، بعد ذلك بجري عليها اختباراتي الكيميائية. ده عاد هنا الشغل بينتقل للمعمل، لأنه أنا محتاج لمواد كيميائية محتاج لأمانة في المعمل، لكن بداية الشغل كله في تعالي استخلاص بيكون عادي، ممكن يكون في المعمل وقاعدين نستخدمه في المعمل، لكن لظروف كثيره جدا انا ممكن الطالب ما يتوفر له جوي المعمل، ممكن قلت ببساطه الجهاز ممكن يستخدم. فبعد ذاك في يعني عندي فكره لتطويره اكثر واكثر شيء. فده السؤال يعني المحوري، اذا كان الفكره من البيت ممكن تنطلق وتفيد المجتمع ككل، يعني انت مخطط شنو بشكل تدريجي
هل انت براك يعني بتجتهد في كل الموضوع ده، ولا برضه عامل تشبيك مع جهات ثانيه؟ والله انا يعني حتى حاولت اتواصل مع مصممين، وهنا انا بحيي الشباب لانه الشاب طاغه، يعني انا اسعى عشان اجي هنا بظروف كثيره جدا، يمكن يكون شويه حركتنا نحن الناس انا ما ادري اقول انا عجزت، لكن بحكم المشاغل بحكم حاجات كثيره الشاب عنده طاغه ويقدر يتحرك. فحاولت اتواصل مع مهندسين كيميائيين منهم عماد انه نحاول نطور الفكره دي، زي ما قلت لك محتاجه لمصمم، عشان انا ادي اي زول في السوق اديه جهاز لازم يكون مصمم تصميم تسويقي اكثر منه. فحاولت اتواصل مع ناس واشبك معهم، اجتهدت فيه لكن برأي لكن ما قدرت اوصل. ودي دعوه هنا في صباح الشروق، ودي دعوه لكل الناس، لكل زول ممكن يقدر يقدم. طيب فينا. طيب دكتور الماحي، شنو ممكن يضيفه الجهاز ده في ظل التوقيت الحالي اللي نعيشه يعني في مجال التصنيع وكذا؟ طيب اول حاجه انا داير اقولها مهمه جدا في الجهاز ذاته، الان نحن عارفين مشاكل المناخ، هو بيقلل خطوره المواد الكيميائيه، ده اول جانب يعني فيه، يعني بالتالي هو بالبساطه بتاعته دي نحن بنقلل فيه استخدام المواد الكيميائيه، اضافه للتكلفه بتاعت المواد الكيميائيه بيقلل خطوره المواد الكيميائيه، يبقى هو الناس ممكن تمشي في اتجاهه. و حتى في فكرة إنه أنا على اتصال مع أساتذتنا وخصوصاً أستاذنا الدكتور فتح الرحمن عباس نحييه من هنا، يعني قدم لي الكثير في الجانب العلمي، وأستاذنا حسن أنصاري شاركوني في كثير من فقرات الجهاز ده، في أنه يعني دي لو بقت كده بيبقى أفضل، لو بقت كده بيبقى أفضل لحد ما وصل بشكله ده. فتواصلت مع ناس كثيرة عشان نطور ذاته، هسه دي محاولة للتشبيك ده، لكن للأسف لسه ما وصلت لحاجة حقيقية في التشبيك. يعني واعدني باشمهندس عماد بانه يوصلني، ولكن ما وصلني لحد الان. والله انا والله بحيي فيك صراحتك، انت يعني انت بتقول من واقع الفكره بتاعتك وطرحتها بشكل محترم بالنسبه للمشاهدين، وقلت احتياجك، لانه دي ما فكره البلوله فقط يعني، فانما ممكن يستفيد منها المجتمع السوداني بشكل عام يعني. طيب معظم مشاكلنا هنا في السودان في شكل الفكره نفسها، يعني ما شاء الله الافكار واسعه والافكار بحر، واي زول بامكانه انه ينشئ فكره ويبدا على عمل مباشره. بنجي في مرحله دائما تسجيل الاجهزه في الملكيه الفكريه وتلقى حظها يعني من الثبات، فانت المراحل دي مشيت فيها وين؟ طيب انا هنا حقيقه اشكر الاستاذ موسى محمد رحمه المحامي، يمكن يكون ساعدني كثير يعني في المساله بتاع التسجيل في الملكيه الفكريه، ومسجل الجهاز الان في الملكيه الفكريه برقم تسجيل، وموجودة الشهادة بتاعت التسجيل بتاعه، فده ما فيه مشكلة، سجلناه في الملكية الفكرية وهو ملك الآن الفكرة للماحي محمد أحمد. الحمد لله، دي نعمة من الله ومنا يعني يشكر عليها الله سبحانه وتعالى، ونتمنى إنه نزيد. وأبشرك في تاني يمكن يكون في فكرة جاهزة للتسجيل، والوامس كنت بتناقش معه في تسجيله، وفي فكرة برضو متتالية. فالتسجيل برضو يعني ما في مشكلة في الملكية الفكرية، بشيت فيها بخطوات المطلوبة وسجلت الجهاز الحمد لله. طيب قدر كيف برضو ممكن تكون فكرتك دي بادرة خير ونفاج أمل للطلاب، طلاب الكيمياء في جامعة الجزيرة بالتحديد؟ طيب حقيقة يعني أنا قلت لك الجهاز ده يعني بيقلل تكلفة البحث العلمي، سهل الاستخدام، فبالتالي يعني حتى الفكره البدائيه بتاعته ما كان الجهاز، يعني احنا كنا بنستخدم ادوات عاديه جدا. وهنا دكتور المحي انا اسف للمقاطعه، اقصد انه بيكون عندهم افكار كثيره ومشاريع عايزين ينفذوها، لكن ما عندهم الجرأه انه تنزل عرض الواقع، فانت بالنسبه لهم بادره امل او نفاج امل انه مشاريعهم وافكارهم تنزل عرض الواقع، غير فكرتك ممكن يكون عندهم افكار كثيره يعني، فقدر كيف انت بتكون بالنسبه لهم ملهم؟ فعلا يعني هنا انا اذكر انه جاني طالب يعني اداني فكره يعني في الجهاز ده في خطوه من الخطوات، هو ما كان قاصد يقول لي الجهاز، يعني بيسال في انه هو داير طالب بتاع كيمياء داير يحلل دخان السياره فيه شنو، وانا اصلا يعني شرعت في الفكره وبديت وكنت بنفذ فيها، فسالته سؤال، انت حتجمع الدخان كيف؟ انا دي فكرتي الاساسيه انه انا اجمع الدخان ده، قلت الدخان حتجمعه كيف؟ فالطالب قال لي انا حاجمع الدخان بالقاروره بتاعت المويه، بيفتح القاروره من فوق بقدر السياره، بيثبت فيها السيارة في الغطاء بتاعها، بيثبتها وبيملى القارورة موية، بيفتح الموية من تحت، الموية حتنزل حتسحب معاها الدخان، ودي كانت الفكرة بتاعت بداية تطوير الجهاز الحقيقية. وطالب هو من جامعة سينار،
ما تواصل معي، سالتني استاذ سوف. فالطلاب عندهم افكار مبدعه حقيقه، والشباب دي المبدعين، يا سلام، مبدعين يعني حقيقه، يعني عندهم ابداعات حقيقيه. الفكره الاولى، اول بحث احنا نفذناه ويمكن يكون قبل 8 سنه او 9 سنه لورا، من طلاب البكالوريوس، نفذوا طلاب بكالوريوس في بدايه الجهاز ده، يا سلام، قبل ما يبقى جهاز يعني. لو كافي دكتور، احنا زماننا خلص معك ونديك مساحه اخيره عندك فيها مطلق الحريه انك تناشد فيها كل المنتجين، كل المسوقين، انه الجهاز بذات الامكانيات انه يجد القبول والاستحسان. طيب، بعد شكري لكم المتكرر، يعني حقيقه يعني وصول الفكره ذاتها للمواطن، وهنا نحن نخص الرأسمالية بالتحديد، لانه البحث العلمي محتاج عشان يوصل ويدي قيمه حقيقيه محتاج مال. وانا شخصيا بفتح ذراعي بطول الباع يعني لاي زول داير يتبنى هذا الجهاز بالفكره، انسق معاه ونشوف الاليه بتاعت التنسيق، من مهندس يمكن يكون مصمم عشان يكون الفكره جاهزه، لمنتج اذا في جهه دايره تنتجه، وحتى انتم ليكم الحق في انكم انتم تعملوا الشغل اللي بيليكم فيه. وانا شاكر لكم كل الشكر، وشاكر لكل قناة الشروق بداية ونهاية، من أعلى طاقمها إلى آخر طاقمها. جزاكم الله خير. الله يجزيك يا دكتور خير. إحنا دائما نقول إنه العمل الجماعي هو مهم، يعني أنت أثر نشاطك دي إن شاء الله تجد القبول وتلقى واجهة طيبة من كل الناس اللي حابين إنه يسهموا في تطوير السودان. وفي بيت شعر كده بيستحضرني بيقول إنه النمل تبني قراها في تماسكها والنحل تجني رحيق الشهد عوانا. كل ما تضافرنا مع بعض بمجهوداتنا الجماعية، كل ما بنينا الوطن بشكل ممتاز. أنا مقدر جدا دكتور الباحث محمد أحمد علي بلولة، أستاذ مشارك كيمياء عضوية بجامعة الجزيرة كلية التربية، حديثنا اليوم عن جهاز بلولة للاستخلاص الكيماوي. نحن مقدرين جدا حضورك. نستمر معكم.